طبيعة الإمام السيستاني لا يتكلم ولا يصدر بيان إلا بالقضايا العظمى، واعتبرها هاي من القضايا العظمى. تذكر مات الموصل إزجاز، صارت عندنا طلايب بالعراق، خوب طلايب ماكو أكثر من تفجير الإمامين العسكريين، بس ما صار يعني واجب كفائي ودع الشعب ودع الناس. اليوم هذا البيان من السيد السيستاني كأنه إنذار، إنذار جيم على الجميع أن يتهيأ. لكن مع يتهيأ لماذا؟ يعني يتهيأ لربما يصير فتوى. أها. يعني إذا استمر القتل يعني ممكن تصدر فتوى أخرى بالجهاد. إذا 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 رأى الناس عاجزة، ما كفت قرار يشفي الغليل وينقذ هالأطفال والنساء والعزل والضحايا يضربون بهذه الطريقة العشوائية الوحشية، لربما أنا لا أتحدث لا يعني كتوقع، هذا توقع، لكن كتوقع أنا أقول كتوقع المرجعية إذا شافت التخاذل وصل حده لربما تصدر فتوى لإنقاذ هؤلاء الأبرياء.